حلقة جديدة من ضفاف على شاشة العربي 2. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أترافق اليوم أنا ورانيا. تحية لك. تحية لك أهلا ولمشاهدينا. يتجدد موعدنا في ضفاف ونواكب كالعادة مواضيع ثقافية وأدبية وفنية على امتداد الوطن العربي. والبداية كالعادة بالعناوين. ضمن 11 فيلما روائيا طويلا، الفيلم العراقي ابتسامة بيكاسو ينافس في الدورة 11 من مهرجان مسقط السينمائي الدولي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. افتتحت الأحد فعاليات الدورة 11 من مهرجان مسقط السينمائي الدولي. في مسابقة روائية طويل يتنافس 11 عملا تتصدرها إيران بفيلمي الحارس وفيلم المبادلة، بينما تمثل الأفلام الأخرى 9 دول بينها الهند بفيلم واحد. هذا ويبرز الفيلم العراقي إلى ابتسامة بيكاسو للمخرج جعفر مراد، والذي تم تصويره في العاصمة البريطانية لندن في مزج جريء بين ممثلين عراقيين وآخرين من بريطانيا، أبرزهم كين ستامب والممثلة لينسي بير. ويتناول الفيلم هذا رانيا قضية فنان تشكيلي عراقي يرسم لوحة ويختار لها عنوان ابتسامة بيكاسو، إلا أن هذه اللوحة يتم تفسيرها وتأويلها على أنها تهاجم وتنتقد النظام العراقي السابق، ولا تنفعه تبريرات الرسام الفنية فيقبع في السجن ويتعرض إلى شتى أنواع التعذيب. نتابع. يا ريت الإنسان يقدر يشوف حياته الجاية، كان أكيد هواي أشياء تغيرت. تغيرت وتغيرت هواية أشياء بيا. معقول أنا نفس البني آدم اللي عرفته من زمن طويل؟ أنا شفت عذاب ما حد شافه. هذا عمك ابني. أنت اللي مر عليك يعني مو قليل. مو قلت لي عمك مات؟ موتيني وأنا حي؟ شو كنت طلع من السجن؟ وشلون إجا لندن؟ أهم شيء بالنسبة لي أنا أعرف وين ابني. وأنا إيش علي بابنك؟ وليش دا تسألني عليه؟ ابنك اختفى من زمان وما نعرف أي شيء عنه. We have a few questions to ask you. Could you sit down, please? أنا حسب اعتقادي. وللحديث عن فيلم ابتسامة بيكاسو ومشاركته في مهرجان مسقط السينمائي الدولي ينضم إلينا المخرج السينمائي العراقي جعفر مراد. مرحبا بك سيد جعفر معنا في ضفاف على العربي 2. وبداية يعني حدثنا عن أجواء مهرجان مسقط، وكيف ترى مشاركة فيلمك بمهرجان في دولة عربية؟ أولاً أني أحب أبعث شكري الكبير على هذه الاستضافة الجميلة. طبعاً أكيد شكر كبير للقائمين على المهرجان مسقط السينمائي والحفاوة الجميلة اللي حسيت بها من ساعة دخولي سلطنة عمان. وجودي في هذا المهرجان مهم لأنه عندي فيلم روائي طويل اسمه ابتسامة بيكاسو. مهم وجوده في هذا المهرجان كفيلم عراقي معمول في بريطانيا. الحديث عن الأفلام، الحديث عن الاكسبيرينس، الحديث عن الخبرة أثناء التصوير، أثناء المونتاج في المهرجانات البقية، فهذا الحديث مع المخرجين، مع الفنانين اللي دا ألتقي بهم مهم أيضا. نعم. تبادل آراء، تبادل أفكار أيضا، أشوف يا مرحلة واصلة الأفلام، فوجودي في هذا المهرجان مهم حقيقي. نعم سيد جعفر، يعني بالحديث عن فيلمك ابتسامة بيكاسو، لماذا اخترت هذا العنوان وما رمزية هذا العنوان، على الرغم من أنه طوال مدة الفيلم لم يكن هناك أي تطرق إلى بيكاسو، يعني فقط هو اسم
اللوحة ابتسامة بيكاسو، لماذا؟ مهم أنه تختار عنوان إلى عملك يكون عنوان ملفت مميز، لأنه من خلال عنوان فيلمك تحاول تنقل الفيدباك أو تنقل الباك جراوند مالت الفيلم بطريقة مختصرة جدا، واللي يسمعها عبالة أنه أنا رح أحكي على الفنان الكبير بيكاسو أو رح أناقش موضوعه هو، بس الموضوع مختلف جدا، له علاقة بالأحداث اللي أنا دا أناقشها بالفيلم، بس هو ما له علاقة بالفنان الكبير. يعني سيد جعفر، يشارك في الفيلم ممثلون عراقيون وآخرون بريطانيون، كيف كانت عملية الكاستينج هنا وما هي الكواليس أو التحديات التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟ أكيد كل عمل هو من البداية يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى فريق عمل، سواء كانوا من الفنانين الممثلين. الفكرة فكرتي دائما، فهذا ينطيني فد كنترول، أكون يعني عندي كنترول، عندي سيطرة كاملة على العمل من البداية إلى النهاية. أولا هذا صحيح، هذا مجهود كبير بالنسبة إلي، بس هذا ينطيني إحساس أنه أنا دا أنقل أفكاري. وجود إنجليز معي بالفيلم هذا كان مهم أيضا، حتى أنطي فد شعور للمشاهد أنه إحنا في بريطانيا هسه، الموضوع عراقي بس هو دا أناقش عني في بريطانيا. فمن البديهي أنه أجيب ممثلين بريطانيين حتى يكون مزيج حلو بين الكالتشر عندنا العراقي وبين الكالتشر الإنجليزي. بما أنه الأحداث في إنجلترا، فحلو إذا اللوكيشن يكون إنجليزي والممثلين أيضا إنجليز، بس البطولة عراقية، الروح عراقية، الحج عراقي، القصة عراقية، بس في أتموسفير إنجليزي، فهذا اللي يخليه يكون فيلم مميز. نعم سيد جعفر، أيضا تصوير الفيلم كان في لندن، يعني هل كان خيارا بالنسبة للمخرج جعفر مراد، أم أنه حتمته عليك الظروف يعني؟ وأيضا ما تأثير إقامتك في بريطانيا على مسيرتك السينمائية؟ بديت الكارير مالتي في جامعة هالم اللي أعطتني فرصة أنه أدرس السينما في هذا البلد. كملت الماجستير، دراستي كانت على إيد مخرجين كبار عندهم خبرة كبيرة. فإذا تكون البداية مالتك صحيحة ويكون البيزك مالتك مضبوط، أكيد رح الجاي رح يكون مضبوط أيضا ويكون مدروس. فهذا فيلمي أنا درسته، يعني من بديت بالأيديا بالفكرة إلى بديت بالكتابة، لأنه أنا أكتب أفلامي. فبديت بالكتابة، والكتابة أخذت مني وقت طويل على ما كملتها، لأنه فيلم مهم مثل هذا، سايكولوجي، دراما، سينيكال، يحتاج إلى متابعة كبيرة، ويحتاج إلى سيناريو مكتوب بتقنية عالية. نعم. لهذا أنا أخذت وقت طويل على ما كملته. نعم. شكرا لك سيد جعفر مراد، المخرج السينمائي العراقي، كنت معنا من مسقط.